صالون تجميل في هرجيسا عاصمة جمهورية أرض الصومال أو صوماليلاند. إنه واحد من الأماكن القليلة حيث يسمح للنساء خلع حجابهن حتى في حضور طاقم تصوير أجنبي، لكن لهذا السبب بالذات حدثت مشكلة، فقد دخل فجأة رجلان إلى الصالون معتبرين ما نفعله خطيئة في جمهورية أرض الصومال ذات التوجه الإسلامي المحافظ. فلسان ملكة الصالون لا تعرف ماذا تفعل، فتعين علينا المغادرة بسرعة لتفادي المزيد من المشاكل. ينتابني فضول للتعرف على صوماليلاند. انطلقت رحلتي من العاصمة هرجيسا. قبل أكثر من 20 عاما أعلن هذا الجزء من الصومال استقلاله عن الصومال التي مزقتها الحرب، لكن صوماليلاند دولة غير معترف بها دوليا، إذن كيف تبدو الحياة في دولة لا وجود لها؟ المكان هنا أكثر هدوءا وأمانا من الصومال بحسب ما قيل لي، وسكانه مسلمون محافظون جدا، لذا اشتريت في السوق ثوبا تقليديا هنا يسمى ديراك. ترتدي النساء هنا تنورة تحته ويضعن فوقه وشاحا يغطي شعرهن بالكامل. بالنسبة لي لم أجده زيا عمليا وهو مرهق، لذا اكتفيت بوضع غطاء للرأس. من ثم قمت بصرف مال إلى العملة المحلية الخاصة بصوماليلاند. شراء الحاجيات اليومية البسيطة يتم بالشيلن الصوماليلاندي، غير أن التعاملات المالية المتداولة تتم بالدولار الأمريكي، ولقاء 20 دولارا ناولني صرف رزمة سمكة من المال وأعاد لي 10 دولارات. رافقتنا زميلتنا آسيا، إنها تترجم لنا وتسير أمورنا، ولولاها لكان تحركنا صعبا هنا. أعلنت صوماليلاند استقلالها في 18 من مايو/1991، وهذا التاريخ منقوش بشكل بارز على العديد من مباني الدولة. يقف هؤلاء في طابور للحصول على بطاقة هوية جديدة. هذه البطاقة أشبه بجواز سفر بالنسبة لنا، وهي تخولنا مثلا السفر إلى إثيوبيا أيضا. بعد ساعات قليلة أدركت فورا أن الناس يفخرون كثيرا بدولتهم، برغم أو ربما لأنها غير معترف بها دوليا. اللون الأخضر والأبيض والأحمر، وهي ألوان العلم الوطني، منتشرة في كل مكان تماما كأكشاك بيع القات. أوراقه الخضراء هي المسؤولة عن أن نصف سكان البلد في حالة ثمل جماعيا عند ظهيرة كل يوم. دفعت ما يعادل 2 يورو ثمن حزمة هذا النبات المخدر. إنه مادة تمنح الشعور بالنشور وبعدم الرغبة في الأكل. يمكنني أن أقرأ في عينيك أنك متشوقة لتناول هذا النبات. أعترف أني أشعر بالفضول لتذوقه، لكن من المستحيل أن أعتاد على طعمه المر اللاذع. هرجيسا مدينة حية وحركة المرور فيها مزدحمة. لم ألحظ أنها مدينة معزولة عن العالم، بل على العكس، كل السلع متوفرة هنا تقريبا، وأثر الحرب اختفت. اتجهنا نحو سوق المواشي في هرجيسا. الجمال والخراف والماعز هي المصدر الرئيس للدخل في صوماليلاند. يأتي التجار من كل أرجاء الدولة لبيع مواشيهم هنا. لاحظت أن على بعض من الماعز قصاصات ورقية، أمكتوب عليها الأسعار يا ترى؟ تبين لي أنها فواتير وزارة المالية، فعلى الباعة دفع ضريبة على كل حيوان، وبحسب عدد الحيوانات قد تتراوح قيمتها ما بين بضعة سنتات وعدة يوروهات. لا تحصل صوماليلاند على الكثير من الدعم المالي العالمي، شح المال واضح في كل مناحي الحياة، وكثيرون يعيشون على حافة الفقر، ورغم ذلك يدعم السكان المحليون الحكومة. لا نمانع في دفع ضرائب على مواشينا، ونحن نثق بحكومتنا، إنهم يريدون تطوير بلدنا،
فهم ينفقون على الجيش الذي يحمينا ويشيدون الطرق والمباني. تباع الجمال في زاوية أخرى من السوق، يصدر بعضها فيما يذهب بعضها الآخر إلى المسلخ مباشرة. اللحم غذاء أساسي في صوماليلاند. تتم التجارة بإشارات بالأصابع للحفاظ على السرية. غالبا ما يتعامل تجار المواشي مع وسطاء يتولون أمور البيع كالوسيط عبدي. اتفق الرجلان على السعر، إنه 700 دولار للجمل، وكلاهما راض عن الصفقة. الحيوانات التي تباع توسم بلون وسيتم شحنها لاحقا. أسعار الجمال متباينة. هذا الصباح باتوا كل جمل من ذلك القطيع هناك بألف دولار لكل منها، أما الناقة فثمنها أرخص. ألأنها إناث؟ لا، لأنها أصغر حجما. لا يبدو أن أحدا في السوق يأبه بطاقم التصوير، وترتسم علامات السرور على وجوه كثيرين عندما أقول لهم إننا سنري المشاهد الألماني بلدكم. أردت أن أعرف ما هي الفوارق بين الناس هنا وفي الصومال. الناس في الصومال مشاغبون ويسببون المشاكل، أما نحن في صوماليلاند فمسالمون ونريد تعزيز السلام في بلادنا. لكن بعض الرجال الذين كنا نراقبهم أثناء اللعب كان لديهم رأي مغاير تماما عن الفرق بين الصومال وصوماليلاند. الصومال هي الصومال، إنها بلد واحد، صرخ الآخرون معتبرين أن ما يقوله الرجل هراء، فيما طلب من الرجل باللباس الأحمر أن نتجاهله. نحن دولة واحدة، دين واحد، شعب واحد، نحن ننتمي لبعضنا. لكنه الوحيد الذي يملك هذا الرأي. أصبح الوضع غير مريح، ليس بالنسبة لنا هذه المرة ولكن بالنسبة له. وفي النهاية اتفق الجميع على أن الرجل مجنون، فاستقلال صوماليلاند موضوع حساس جدا. بحلول منتصف النهار كان معظم الحيوانات قد بيع وسيقت لقدرها. بعضها سيذبح في هرجيسة، فيما سيشحن غيرها للتصدير. سأتبعها إلى المرفأ لاحقا. لكن أولا اتجهت إلى موعد التالي على الطرف الآخر من العاصمة. حوالي مليون شخص يعيشون هنا، من أصل 3.5 مليون نسمة في صوماليلاند كلها. يقع صالون تجميل فيفي إلى جانب مخزن لقطع السيارات. عادت فلسان عمر إلى هنا من لندن قبل حوالي عامين لفتح محل. لم يكن قرار العودة إلى موطن أبويها سهلا، لكنها ليست الوحيدة التي غمرت بالعودة. لقد عاد الكثيرون من المهجر ليساهموا في بناء وطنهم. قبل الظهيرة تدرب فلسان الشابات على تصفيف الشعر، وخاصة التسريحات ذات اللمسات الفنية التي تتضمن وصلات الشعر. أردت أن أعرف ما مدى أهمية ذلك لطالما سيبقى الشعر مغطى طوال الوقت. لا يغطونه طوال الوقت، تنزع المرأة غطاء رأسها عندما تذهب إلى حفلة أو عرس، إنهن يحاولن أن يظهرن بأبهى حلة. المكياج مهم جدا. تعلمت فلسان تصفيف الشعر في لندن حيث عاشت حياة أوروبية دون حجاب، أما هنا فهي تعيش في مجتمع تغطي النساء فيه شعرهن حتى في المنزل. في أوروبا يفضلون كل ما له علاقة بجعل البشرة بنية اللون، على عكس النساء هنا حيث يفضلن المكياج أكثر من أوروبا.
هناك فارق ثقافي في هذا الخصوص. وكذلك الحناء بالطبع. تحضير المزيج بإتقان فن بحد ذاته. توضع الحناء في أكياس سباجيتي فارغة. لن أفوت فرصة أن أزين نفسي من قبل موظفة فلسان، لكني لا أحبذ صبغ شعري بالحناء. البعض يضيفون الخضار أو المايونيز أو البيض إلى المزيج. إنه مزيج غريب، لكنه جيد للشعر. وهناك من يستخدم الثوم أيضاً. لم يكن من السهل إقناع العمال بطلاء الجدران بالأسود. زبونات فلسان يروق لهن المظهر، وبالنسبة للشابات فإنهن يعتبرن فلسان مثلاً أعلى. إنها معلمة رائعة وتعلمنا الكثير، كما أنها تصغي لنا عندما تواجهنا مشكلة. إنها مستعدة دائما لمساعدتنا. آمل أن يكون لدي صالون خاص بي يوما ما مثلها تماما. لكن هذه الأمنية تعد تحديا حقيقيا في صوماليلاند. ففجأة ظهر رجلان عند الباب، كانا غاضبين لأن طاقم تصوير غريبا يصور النساء دون أغطية رؤوسهن. أخبرتهما الموظفة أننا لم نفعل شيئا خاطئا، لكن التطفل عكر المزاج وساد جو من الاستياء والحيرة. هكذا تسير الأمور في صوماليلاند. كل الأمور؟ نعم، هناك مشاكل دائما. للرجال أم للنساء؟ للنساء، لو كان رجال هنا لما تجرأوا على ذلك. لماذا تبقين هنا إذن؟ الدخل جيد، وهذا سبب كاف لكي أبقى هنا. لكي ينال المرء شيئا عليه أن يضحي بشيء آخر، وهذه تضحيتي. تضحية كبيرة حسب رأيي. الحياة ليست سهلة بالنسبة للنساء في صوماليلاند. في المساء يقام عرض مسرحي في المركز الثقافي الجديد، عرض أول على شرف المدير الجديد جاما موسي جاما. لكن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها، فقد كان من المفترض أن يقام العرض في الفناء الداخلي في الهواء الطلق، لكن الأمطار حالت دون ذلك، مع أنه من النادر أن تمطر في هرجيسا. سرعان ما نقلوا كل شيء للداخل. افتتحنا المركز الثقافي في آب أغسطس وأنا هنا فعليا منذ شهرين، ولا أزال أبحث عن منزل ولم أعتد على الأجواء تماما، لكن ستسير الأمور على نحو أفضل. والآن دعونا نبدأ. كان جاما موسي جاما مدرس رياضيات في أحدى جامعات إيطاليا. لقد هرب من الحرب هنا في أواخر الثمانينيات، لكنه قرر الآن العودة إلى وطنه الأم. بدأت الأمسية بالنشيد الوطني، نشيد لبلد غير موجود فعليا، لكن الحاضرين رددوه بحماس بالغ. لطالما كان جاما محبا للثقافة، وما دفعه للعودة من مهجره لم يكن العمل أو المال، بل كان حبه للأدب والمسرح والسينما والرقص. أنا
أنا مؤمن بأن بناء أمة يعول عليها لا يحتاج إلى جيش وبنية تحتية وشوارع ومؤسسات فحسب. كل تلك الأمور ضرورية ولكنها ليست كافية. نحتاج إلى الثقافة والفن أيضا. فقط عندما يمتلكها المرء يمكنه أن يبني دولة قوية. الليلة على الأقل كانت ناجحة، لقد استمتع الجمهور بالأداء. تدور أحداث المسرحية حول قصص العلاقات. حان وقت مغادرة العاصمة، رافقنا أحد رجال الأمن. ومع أن سوماليلاند تعد أكثر أمناً من بقية مناطق القرن الإفريقي، إلا أن الحكومة لا تريد أن تخاطر. رغم أن البلاد لا تتمتع باعتراف دولي، إلا أن لها دليلاً سياحياً على الأقل، وفيه وجهة ينبغي ألا يفوتها الزائر، وهي زيارة رسومات الكهف في لاس جيل. نحن الوحيدون هنا في هذا المكان الحار والمغبر. لم تنشط السياحة وتصبح مورداً اقتصادياً في سوماليلاند بعد. تم اكتشاف الكهوف قبل حوالي عقد من الزمن. الرسومات التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام تعد من بين أفضل الرسومات حالياً في القارة الإفريقية، حتى إن علماء الآثار يقارنون جودتها بالرسوم المشهورة في فرنسا وإسبانيا. أخبرنا دليلنا بأن الرسومات تصور مشاهد الصيد والحياة اليومية آنذاك. لقد كانت هناك زرافات وفيلة وسنوريات، لكن هذا كان قبل زمن بعيد. الحيوانات البرية الوحيدة التي نراها اليوم هي بعض الماعز. أما الحيوانات الأخرى فقد فنيت منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن المنظر من كهف الملك ما زال خلاباً. تابعنا التقدم نحو ميناء بيربرا. في الطريق مررنا بشاحنات عديدة لنقل المواشي. هنا أيضاً تزين الألوان الوطنية العديدة من المباني. المكان هنا أدفأ بقليلاً من العاصمة، 30 درجة مئوية، ومع ذلك يعتبر السكان المحليون أن الطقس بارد، وكان ذلك من حسن حظنا نحن. يعد الميناء واحداً من أهم المرافئ في القرن الإفريقي، وبالإضافة إلى المواشي يصدر من هنا البخور أيضاً. الشواطئ مهجورة تماماً. في هذه العيادة البيطرية تقضي الماعز والخراف والجمال أسابيع في الحجر الصحي. تعود ملكية نصفها تقريباً إلى عثمان جاما. لقد عاد هو أيضاً من الخارج بعد أن أمضى بضعة عقود في كندا، ومنذ فترة قصيرة يقوم بما قام به أسلافه قبله، وهو تربية المواشي والتجارة. فعلت أشياء كثيرة في كندا، كنت أمتلك متاجر، لقد كنت صاحب شركات. أحب كندا، إنها بلد جميل جدا، ولكنني أحب أيضا هذا البلد وهؤلاء الناس. وبعد كل تلك الحروب التي حدثت هنا شعرت أن من واجبي أن أعود، لأنني ولدت وترعرعت هنا. يتم فحص قلوب وكلى 10,000 الحيوانات قبل أن يتم تصديرها إلى العالم العربي. هناك رقم على كل إبرة،
نسجل هذا الرقم على الحيوان الذي أخذنا منه عينة دم، ثم تفحص العينات في المختبر، وإذا تبين أن الحيوان مريض يتم عزله فورا بالاستعانة بالرقم. استثني عدد قليل من المواشي فقط، وقبل غروب الشمس بقليل ينقل القطيع إلى المرفأ. يبلغ المجموع 25,000 رأس ماشية. عادة ما يتم التحميل في الليل لأن الجو معتدل قليلا. في الميناء تنتظر السفينة لخوض المرحلة الأخيرة من الرحلة. عثمان جام هنا أيضا، إنه رجل أعمال بكل معنى الكلمة، ويبدو أنه يعرف كل شيء هنا. يستغرق تحميل الحيوانات على متن السفينة ساعات، وستقضي 3 أيام في البحر قبل أن تصل إلى وجهتها السعودية. سيراقب 10 رجال يعرفون برعاة البقر الحيوانات طوال الرحلة. يجب أن تكون الحيوانات سليمة وقد أكلت جيدا عند وصولها. تجارة المواشي جزء هام جدا من اقتصاد سوماليلاند. عرفنا عثمان جاما على الربان، إنه وبعض من بقية أفراد الطاقم من سوريا. يصر عثمان على أنه ليس سياسيا، لكنه اليوم أصبح سياسيا. سوماليلاند قادرة على الحياة كأمة وكدولة. لذا الخيار الآن أمام المجتمع الدولي، وأن يكون واقعيا وعمليا ويعترف بسوماليلاند. فجميع مقومات الدولة متوافرة في سوماليلاند. يبدو الأمر محبطا بعض الشيء، وعثمان ليس أول من يبدي هذا الرأي. بدا لي وكأن سوماليلاند تبذل ما بوسعها لحل وضعها الدولي غير المستقر، وهي على الأقل دولة تولي التجارة أهمية كبرى. في اليوم التالي تركنا الساحل متجهين إلى الجبال. الطبيعة خلابة، ولو كان التاريخ مختلفا لربما كان السياح والمتنزهون يتجولون هنا الآن. وصلنا إلى قرية شيخ، وصورنا بعض تلميذات المدارس على جانب الطريق، لكن من جديد تغير المزاج على الفور. نزل رجل من سيارته وهو غاضب لأننا نصور الفتيات ولتركنا الكاميرا تصور. سألنا عما نفعله هنا واتهمنا أننا لن نعرض سوى الأمور السيئة عن بلده. تحاول زميلتنا آسيا تلطيف الأجواء. تحدثنا إلى العمدة وشرحنا سبب مجيئنا إلى سوماليلاند، وأخيرا وبعد مفاوضات طويلة سمح لنا بمتابعة التصوير. في هذه الرحلة يتماشى الجمال والتحديات جنبا إلى جنب. في هذه القرية أيضا يباع القات ويستهلك في كل مكان، والمفاجأة أنه لم تكن هناك مشكلة في تصويرنا للناس وهم يمضغون أوراقه التي تمنحهم النشوة وتشلهم أيضا. أنا لا أمضغ القات، إنه تجارة مربحة فقط بالنسبة لي. أنا وزوجي مسلمان ملتزمان ولا نمضغ القات.
حتى الرجال يرون في انتشار القط هنا مشكلة صغيرة. إنه لا ينفع بشيء ولا حتى لبلدنا، إنه بؤس يهيمن على حياتنا. أنا أمضغ القات لأشعر بالتحسن ولأنسى كل شيء آخر. في كل مكان نذهب إليه نرى القات والمواشي. هذه الحيوانات تأتي من الجبال وسيبقى بعضها هنا للذبح، وسينتهي المطاف بالباقي في قسم بيربر الطبي ليتم تصديرها. قصدنا مجدداً العاصمة هرقيسة. دعتني فلسان عمر إلى منزلها لتناول العشاء مع بعض صديقاتها. سررت للقائها بشكل شخصي. النهاية غير الموفقة لزيارتنا في صالون التجميل أصبحت منسية، وأخبرتني فلسان أن الرجال الذين تدخلوا كانوا يريدون المال، حتى إنهم اعتذروا منها لاحقاً. الأجواء هنا مريحة وفلسان مفعمة بالحيوية. إنها تخطط لزيارة أصدقائها في لندن قريباً، وعندما قالت لهم في الماضي إنها ستنتقل إلى سوماليلاند لم يأخذوا كلامها على محمل الجد. هناك الكثير من الناس جاءوا من المهجر ليعيشوا هنا. الأمر مرهون بالأسرة، فالأسرة أهم من المجتمع. ومع أنه علي الاعتراف أن المحيط يؤثر على الناس هنا، إلا أن الأسرة تبقى الأهم. عادة لا ترتدي النساء الحجاب في المناسبات الخاصة داخل المنزل، لكن الوضع مختلف اليوم بسبب وجودنا. لقد أمضت كل هذه السيدات أعواما في الخارج كالولايات المتحدة ودبي. إنهن يقولن إن الوضع في أرض الصومال مختلف بالطبع، لكن للعيش هنا حسناته أيضا، فلا داعي لأن يتصرف المرء بشكل محموم، وهناك وقت أكثر للعائلة، وعلى المرء أن ينظم حياته. خلال العشاء أطلعتنا فيلسان على خبر هام، إنها حامل. لقد تعرفت على زوجها هنا في سوماليلاند، وقد عاش هو الآخر فترة طويلة في الخارج. لقد اتخذت قرارها، فهي تريد وضع مولودها في لندن، لكن صديقاتها حاولن إقناعها أن المستشفيات هنا ليست بذلك السوء. لكن فيلسان تقول إنها حتى لو أرادت إنجاب طفل ثان فلن تنجبه هنا، هذا ليس أحد خياراتها أبدا. كان القدوم من لندن إلى هنا خطوة شجاعة جدا، وأنا أستطيع تفهم قرارها، فالمنافسة هنا أقل منها في لندن، وإمكانيات العمل هنا أفضل بالنسبة لها، وصالونها يزدهر. لكن بطريقة ما شعرت وكأنها غريبة في وطنها. ودعت النساء بعضهن، وبالنسبة لنا فقد شارفت رحلتنا على الانتهاء. في بلد غير معترف به دوليا، لقد جعلتني هذه الرحلة أفكر مليا. كانت رحلة مذهلة، وشعرنا بترحاب كبير، وأحيانا جوبينا بالريبة وبالغضب أيضا. لكن الهدف الحقيقي لهذا الغضب هو المجتمع الدولي، والذي ما زال وبعد أكثر من 20 عاما يرفض الاعتراف بأرض الصومال أو سوماليلاند كدولة مستقلة.